يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن دعاء ختم القرآن في الصلاة لم يثبت؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل إذا كنت مأموما ودعا به الإمام؟ تابع الإمام، إذا كنت مأموما تابع الإمام وأمن على دعائه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل هذا، كما ذكر صاحب المغني أنه كان يحضر ختم، أنه كان يحضر دعاء ختم القرآن في رمضان خلف الإمام ويؤمن على دعائه. والدعاء ورد، الدعاء ورد في الصلاة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، وأنه كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية تخويف وقف واستعاذ بالله عز وجل. الدعاء وارد في الصلاة، ومنه دعاء الختم. نعم.